السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في فيديو جديد. وأول حاجة غادي نبدأ لكم فيها في هذا الفيديو هي تدبيرة ديال التقطاع ديال الربيع بدون موس ولا سكين، طريقة اللي مريحة جدا وعملية وسريعة. فبزاف ديال الأخوات خلاو لي تساؤلات في الفيديو اللي كنت حطيت لكم فيه أول مرة الطريقة، وبزاف ما صدقاتش ليهم. فغنقدم لكم مجموعة من النصائح باش هكذا تصدق لكم الطريقة وتوليو معتمدينها. أول حاجة، من بعد ما كتغسلوا الربيع بالخل والماء ضروري أنكم تنشفوه. فأنا هنايا استعملت نشافة ديال الخضر، ممكن أنكم فقط تنشروه غير في شي مكان اللي فيه التوية وتنشفوه، حيت خاصو ينشف تماما تماما، يكون ناشف مزيان مزيان. ودابا غادي ناخذ منديل اللي يكون نقي ديال الكوزينه بهذا الشكل هذا، وغادي ناخذ الربيع ديالي، ولكن غادي نزول منه العويدات. نحاول انني نقي ونزول منه هاد العواد. هاد العواد هادو راني ما كنرميهمش، بطبيعه الحال كنستعملهم استعمالات وحده اخرى. فانا دابا غادي نحيد منهم العواد. صافي، من بعد ما زولت العواد كاملين كما كتشوفوهم هادو، غادي نخليهم على جنب. ضروري انكم تزولوا لهم العواد باش تنجح لكم الطريقه. بالنسبه للاخوات اللي ما نجحش لهم الطريقه، فجوج ديال الحوايج اللي هما اساسيين. اول حاجه اللي هي ان الربيع ينشف مزيان، فاذا ما كانش عندكم النشافه ديال الخضره ديروهم في شبيكه وخليهم يضربوهم البرد حتى الصباح باش هكا ينشفوا. وكذلك زولوا العواد اللي تيكونوا غلاضين قاصحين. اما هادو اللي راف ماشي مشكل، غير العواد الغلاض ما تخليهمش. صافي، غادي هنايا صافي بان ليا بلي ما بقاوش شي عواد اللي هما غلاض. غادي نلف الربيع بالمنديل بهذه الطريقه يتغطى مزيان. انا هذه الطريقه راه ولات معتمده عندي الصراحه. صافي، غنجيب بلاستيكه ونديرهم فيها، وغادي ندير هذا الربيع في المجمد. نخليه حتى الصباح، ضروري انه يكون جامد مزيان، ماشي غير ساعه ولا ساعتين، خليوه 24 ساعه ويكون المجمد ديالكم مزيان، يعني كيجمد الحاجه في البلاصه، ما كي يعني ما كيطولش باش يجمد الحاجه باش ما يكحش لكم الربيع. صافي، دابا نتلاقاو من بعد ما يجمد ليا. هنا من بعد ما خليته ليله كامله في المجمد، غادي نجبدو دابا باش نكملوا الطريقه. كتحاولوا ديروا هاد المرحله هذه بسرعه باش هكا ما يكحاش لكم الربيع ديالكم. ها انتم كما كتشوفوا راه خاصو يجمد تماما، وشوفوا اللون ديالو كيفاش اخضر، ما فيهش الكحوليه حيت ما فيهش الماء. دابا كنعاود نرجعو في الكيس، غادي نعاود نحلو وغادي ندير ليه هاد الحركه هذه. بقى بالزربه ما خصنيش نتعطل. من بعد كتحلوه وكتشوفوا بحال دابا هنايا راه تقرض، ولكن مازال ما وصلش للمرحله اللي بغيت انايا. غادي نزيد مازال نقرضو، هانتوما تشوفوا راه باقي خاصو يتقرض شويه، باقي غليظ هنايا. غادي نعاود نسدو. صافي، كنظن انه راه تقرض القياس اللي بغيت. شوفوا هانتوما راه مقرض مزيان، فقط حيدوا منه العويدات باش ما يبقاوش لكم بحال هكا. كما شفتوا الا بقاو العويدات، راه العويدات ما كيتطحنوش مزيان، تقدروا تزيدوا مزال. دابا غادي نحتفظ به في الساشي اللي دائما كنحتفظ به فيه، راه كنغسلو وكنخليه ينشف وكندير فيه الربيع في المجمد. هانتوما راه باقي الربيع مجمد، راه ماشي ديكونجلو ولا شي حاجه، راه باقي مجمد. بسرعه كنعاود نردو للمجمد باش هكا ما يخسرش ليا ويكحل. ها انتم شوفوا اللون ديالو راه باقي اخضر. الناس اللي ما نجحتش لهم التجربه فقط التزموا بالملاحظات اللي عطيتكم باش هكا تنجح لكم التجربه. راه انا ما تنقدمش لكم شي حاجه اللي انا ما متاكداش منها او لا ما كنخدمش بها في المطبخ ديالي. كل شيء كنجربو عاد باش كنشاركو معكم. وهو الربيع ديالي قطعته في دقيقه ولا جوج ديال الدقائق. غنرجعو المجمد بسرعه باش هكا ما يكحش، وشوفوا بعدا راه اللون ديالو كيبقى اخضر زوين. الطريقه اللي سريعه بزاف، الناس اللي كيعذبهم الربيع فما غيبقاش يعذبكم نهائيا. غنرجعو دابا للمجمد ونكملوا الفيديو ديالنا. مرات كنفتحوا شي علبه وكنخافوا انها تقلب لينا في البلاكار، فهنايا هاد العلبه هذه ديال النشا، ف
فكما شفتوا انا فتحتها وكنستعملها من هنايا. ف الى بغيتوا انكم تحتفظوا على العلبه بلا ما تقلب ما والو، طريقه سهله باش انكم تغلقوها، كتاخذوا هذا المكان هذا وكتحاولوا انكم تضغطوه للجانب بحال هذا الشكل، نفس الطريقه غديروها من الجانب الاخر بهذه الطريقه هذه حركه بهذا الشكل. من بعد كتدخلوا هذا الطرف هذا هنا في هذا المكان هذا كما كتشوفوا هنا في هذه الجهه، هذا الشكل تحاولوا تسدوه مزيان. وبالنسبه لهذا الطرف اللي بقى لنا فغادي نحاولوا ندخلوه حتى هو في نفس المكان بحال هكا، وكتكون العلبه ديالنا تحكم الاغلاق ديالها، ما يمكنش انها ولو انها طيح راه ما يمكنش تحل وتفرغ، فبهذه الطريقه هذه كتبقى مغلقه في وسط الدولاب اولا البلاكار بكل امان، ما كتخافوش نهائيا انها تقلب. ممكن ديروا الطريقه لاي علبه عندكم فيها مواد غذائيه. بالنسبه للتدبيره المواليه فهي كتخص البوطاغاز كما كتعرفوا، فمع استعمال اليومي كتولي البوطا يعني معلكه فيها حروق ودهون وبزاف ديال الترسبات، باش انكم ترجعوها نقيه بدون ما تستعملوا منظفات اللي خاصه بالبوطا انا غنقترح لكم واحد الخلطه اللي ناجحه جدا كتخليها نقيه وكتلمعها في نفس الوقت، فكنحتاجوا خماره ديال الحلوى او لاساشي ديال بيكين باودر كنرشوه هكذا فوق من البوطه. من بعد كنجيبوا الخل كنرشوه كذلك فوق من البيكربونات او لا فوق من الخماره كما كتشوفوا، فهما بجوجهم كيدير واحد التفاعل. كنرش مزيان الخل، فالخل ما كيأثرش نهائيا على الاينوكس. وهنايا غنزيد صابون ديال الاواني باش هكذا ندير شويه ديال الرغوه، كنبدا نفرك ببونجا ديال المعن كما كتشوفوا، واحد الفركه اللي هي خفيفه جدا. غير هو البوطه دائما تبقى تغسلوها يعني يومين ثلاث ايام الا تعطلتو كاع باش هكا ما تجرحش لكم منين تبغوا ديروا ليها تنظيف عميق. هنايا خديت هاد السلكه هذا راه ماشي جرحش، راه زوين بزاف، راه تتباع بجوج دراهم يمكن الوحده، ولكن راه الزبين ما تيخليش نهائيا الاثر. صافي هنايا فركه خفيفه، وكما كتشوفوا هذوك الدهون المحترقه كتزول تماما. غندوز عليه بمنديل ناشف وصافي، كتكونوا نظفتوا البوطه ديالكم فوق اللي هو سريع، واخا تكون يعني مسخه بزاف بزاف فهذيك الخلطه كتخليها تنقى بالزربه. وهنايا فكما كتشوفوا تنظفات ولكن باقي فيها واحد الشحوب او واحد البهتان، فهنايا واحد الحيله اللي زوينه بزاف هي انكم تجيبوا كمامه اللي تكون جديده وكتخليوها خاصه غير البوطه، فهي كتلمعها بواحد الشكل اللي رائع جدا، كتحيد منها دوك الخيوط ودوك الشحوب اللي فيها ودوك البهتان كيولي تشوفي وجهك فيها. فاحتفظوا بكمامة هكا جديدة وبقاو تمسحوا بها في اخر مرحلة باش البوطة ديالكم ترجع كتشعل كأنها جديدة. شوفوا ما شاء الله كيفاش رجعت. بالنسبة للاخوات اللي سولوني على هاد البوطة وصدقات ليا ولا لا، فالبوطة صدقت ليا صراحة زوينة لامارك ايتيمات ورخيصة ماشي شي حاجة، خديتها فقط ب 350 درهم وزعما شي حاجة اللي تستاهل كما شفتوا راها كترجع جديده. هنايا غادي نقدم لكم الطريقه الغسل التقليه اولا الدواره وكذلك التقطيع ديالها باسهل طريقه، خليكم معايا. غنبداو اول حاجه بطريقه ديال الغسل ديالها. فهنايا عندي الدواره اولا الكرشه مع الريه مع شويه ديال الشحمه، فهنايا ديجا موصوله الغسل الاولانيه، ولكن غادي نعاود نغسلها باش نحيد منها الزفوره اللي كتكون فيها وديك الريحه اللي فيها. فكنحتاج هنايا شويه ديال الحامض اولا السيترون،
وهنايا الماء غليان اللي كنكبوا عليها حتى كتغطى بالماء سخون. فهاد الطريقه كتحيد منها الريحه اللي كتكون فيها وكتنقى مزيان مزيان. غادي نعصر عليها هذيك الحامضه، الحامضه كتخلي فيها واحد الريحه زوينه وكذلك كتحيد منها ريحه الزفوره تماما ما كتبقاش. هذه هي الطريقه ديالي انا المعتمده عندي باش كنغسل الدواره وكتبقى كتشعل. هنايا من بعد ما غادي نخليها ترقد في هذاك الماء غليان تقريبا واحد 15 دقيقه عاد باش غادي نرجع ليها. صافي هنايا من بعد ما كنرجع ليها كنبدا كندوزها تحت الماء يكون الماء يعني كيدوز من الروبيني. هنايا كنفركها في داك الماء والحامض اللي كانت مرقده فيه كنحاول ندوز عليها مزيان مزيان. بالنسبه لدك الشحيمات راه ما كنحيدهمش كنخليهم، ضروري تبقى فيها شويه ديال اليدام باش كتجي بنينه. بالنسبه لي انا ما كنحيدش من هذيك القشره وكنرجعها بيضاء كما كيديروا بعض الناس. صراحه انا كنتعجب كيفاش الكرشه كيرجعوها بيضاء كتشعل، كيفاش كيكون المذاق ديالها كتولي كتبان ليا بحال شي جلده وصافي. فالمذاق ديالها هو داك هاد اللعيبه هادي القهويه انا كتجيني هي اللي بنينا كاع في الدواره. المهم هو انها تنظف وتنقى، ماشي ضروري انها ترجع بيضاء باش انها تكون نظيفه، فقط انها تنظف مزيان وتولي كتشعل بلا ما نزولوا ليها كل شيء وتبقى غير الجلده صافي. شوفوا هنايا كيفاش تنظفات، ما بقاش فيها نهائيا ريحه الزفوره والو تقول. دابا غادي ندوز باش نقطعها من بعد ما كنخليها حتى كتقطر. انا كنستعمل المقص كيجيني عملي بزاف بزاف بزاف. هنايا شويه ديال الشحمه ضروري مع الدواره باش كتجيكم بنينه. وهنايا كنقطع كلشي بالمقص، المهم الطريفات ما خاصهمش يكونوا صغار بزاف ويكونوا كذلك كبار بزاف، يكونوا متوسطين كيجيو افضل. هنايا كنقطع الريه كذلك حتى هي نفس الطريقه، والدواره حتى هي اولا الكرشه عفوا حتى هي كنقطعها بالمقص كتجيني عمليه بلا ما نبقى مضاربه مع الموس، لان الموس كتبقى كتزلق وكلشي. فبالمقص الا جربتوها راه غادي تولي تجيكم ساهله بزاف وما تعذبكمش. صافي هنايا من بعد ما ساليت التقطاع ديال كلشي ضروري ما تخلطوا بيناتهم باش تجيكم التقليه ديالكم بنينه. وغادي نخلي لكم ان شاء الله الطريقه ديال الطياب ديالها في الفيديو القادم. خليتكم على خير، بسلام عليكم. نتمنى انكم تخليوا لي تعليق اسفل الفيديو وتلايكيو الفيديو وكذلك تبارطاجيوه مع العائله ديالكم. بسلامه.